السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله في الكورس على إزاي نبني التطبيقات الحديثة، سواء كانت موبايل أبليكيشن أو ويب أبليكيشن، أو التطبيقات المعتمدة في الأساس على النود جي إس كتكنولوجيا حديثة. الكورس موجه طبعا للناس اللي هي بتعرف في الأساس لغة الجافا سكريبت as a programming language. طبعا بيبقى عنده خلفية طبعا على HTML و CSS. أصحيح مش مركزين على HTML و CSS أو في الكورس، لكن هنقلك الناس بتكون متعامل معاه ولازم تكون عارف جافا سكريبت كويس. اما الناس اللي مش عارفه جافا سكريبت فالكورس مش مقدم ليها بالاساس، وهو اصلا مقدم الكورس للناس اللي هي بشغاله فرونت اند ما اشتغلتش باك اند، وفاكره ان هي لو حتى عارفه جافا سكريبت ممكن ما تعرفش تكتب باك اند. فنقول لا، النود جي اس بيجي بيخليك تكتب باك اند وفرونت اند كلهم بالجافا سكريبت، ويساعدك بعد كده بصراحه ان احنا نبني فوقيه تولز كتير وباكجز كتير وتولز كتير نازله في السوق كتير جدا 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 هنتعرض ليها ان شاء الله، بس في كورسات منفصله وقت ما ان شاء الله نقدر نوصل للمستوى عالي في تطبيقات الويب والموبايل ابلكيشنز الحديثه المبنيه كلها في الاساس على النود جي اس. طيب طبعا النود جي اس في الاساس هي طبعا فكره بسيطه جدا كلها معتمده على الجافا سكريبت، على سنة يكون التكنولوجيا أو اللغة الأساسية في السيرفر سايد وكلاينت سايد على السواء. طبعا اتعملت في 2009 من ريان، لكن المفترض ان احنا ان شاء الله في الجزء الأول نتعلم ازاي ايه الأساسيات بتاعة الانفيرومنت بتاعة النود جي اس، ازاي بنعمل بيلدينج بلوكس بتاعة النود جي اس، وازاي نتعرف على الباكج مانجمنت وازاي ندير الباكجز. يعني مش عايز اسابق الأحداث، خلينا ماشيين واحدة بواحدة، احنا بنتكلم كتير الفاضي، لكن انا بس عايز اتكلم عن نود جي اس اركتكتشر ببساطه قدر الامكان، لان طبعا من اكتر المشاكل بتقابل الناس كلها في النود جي اس التحدث على الاركتكتشر بتاعه. لكن نقول ان الاركتكتشر دوت بيعتمد على حاجه اسمها ايفنت لوب، يعني زي حدث كده وبيتكرر خلاص، بيعمل حاجه اسمها نون بلوكينج انبوت اوت اوبريشنز، يعني مش بيقفل على يعني مثلا تخيل ان في عمليه داخله مش بيعمل لها بلوك لغايه لما دي تخلص والثانيه تخش بعديها بلوك والثانيه تخلص، لا بيعمل نون بلوكينج انبوت اوت اوبريشنز، هنشوف هيعملها ازاي. فبيخلي كل عمليه تتم لوحدها، ما بتوقفش عمليه ثانيه، فده طبعا بتميزه، العمليه دي بتميزه بالسرعه عن كل عن البي اتش بي والاي اس بي دوت نت والحاجات بتاعه جافا الكلام ده كله اللي هي الحاجات الشهيره طبعا. طيب ودي معناها ان الاوبريشنز ديت بتبريمت او بتسمح للاكتيفيتيز الثانيه ان هي تستكمل، ما تستناش الثانيه ان هي تخلص، مش تستنى دي تخلص فتبدا الثانيه وتستنى دي تخلص لا. فدي الفكره بتاعته كلها كانت قايمه على كده، دي الفكره اللي شرحها ريان. يعني الاركتكتشر ده بيوضح لنا الفكره ببساطه. طبعا احنا بس بنتكلم الاول ان اغلب السيرفرات اللي مكتوبه بتتكتب في جافا والسي طبعا بالذات بيشتغلوا على المالتي ثريدنج. المالتي ثريدنج ببساطه ان انا عايز اشغل كل حاجه مش معتمد على الثانيه، فبعمل ثريدنج بحيث ان العمليات ما تبقاش في كيو يا شباب، مش زي الطابور، مش لازم ده يخلص عشان الثاني ياخد اللي بعديه، ده يخلص اللي بعديه ياخد الخدمه، لا. نقطه ثريدنج هنا معناها ان انا عايز كل واحد يقف اكنه في طابور لوحده، كل واحد اكنه في طابور الايه، طابور لوحده، ونحل مشكله الطلب بتاعهم يعني. وكل بروسيس يعني كل واحد واقف بياخد عمليه معينه، بيقوم بعمليه معينه. هنفترض ان البروسيس دي شخص واقف عايز يعمل عمليه معينه، يستخرج ورقه او حاجه، بتعمل عباره عن طلب في الثريد دي يعني في طابور لوحده خلاص. طيب طبعا النود جي اس ما بتعملش كده، الحته دي مكتوبه غلط، انستد اوف بروسيس اوف ثريدز. النود بقى جي اس بيشتغل على حاجه اسمها سنجل ثريد اركتكتشر بدلا ما يشتغل على البروسيس والثريدز اللي احنا بنتكلم عليها دي. نود جي اس بيشتغل على سنجل ثريد اركتكتشر، بياخد كل الريكوست من السيرفر وبيشتغل حاجه على مين سنجل ثريد اللي هي بنسميها الايفنت لوب دي. خلاص دي السنجل ثريد اللي بتبدا الاول، يعني الكلاينت اهو، الكلاينت ده طلب اتش تي بي ريكوست، يعني داس على لينك، طلب صفحه، عمل ريجستر، داس لوجن، اي عمليه عمل الطلب ده بيسافر كده على خلال الانترنت ويوصل ل عمليه اسمها الايفنت لوب. الايفنت لوب تقوم خلاص، الايفنت لوب بتقوم طبعا من اساس الاوبريتنج سيستم، بتبعت فيها طبعا الريكوست اللي هو الطلب اللي طلبه اليوزر،
والريسبونس اوبجكتس والطلبات والردود والجافا سكريبت كلوجرز اللي هي الفانكشنز. يعني الفانكشنز ديت بتبقى فانكشنز بتنري فانكشنز بتنري فانكشنز بتنري فانكشنز، يعني وظائف بتكلم وظائف بتكلم وظائف بتكلم وظائف تكون وظيفه كبيره الى اخره. خلاص الكل وظيفه منهم بتشتغل على اسلوب اسمه الكول باكس. يعني ده الرئيسي، انا قلت خلاص الراجل دوت داخل يعمل مثلا كذا، فباخده واقفه في طابور لوحده هنا، بعدي هنا ابعته على طابور لوحده خاص بيه. يعني برضو فكره الثريدنج هنا موجوده، بس في مين وفي ثريدنج تحت. فبعت طبعا ان هو ياخد لونج تايم رانينج جوب، يعني في وظيفه هيقوم بيها وهتاخد وقت طويل، ببعته في الثريد لوحده يقف في الطابور بتاعه ويخلص. كل انا منتظر منه ان انا كايفنت لوب ان هو سنجل ثريد منتظر بس يرد عليا يقول لي خلصت ولا ما خلصتش او النتيجه ايه وخلاص. مش 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 بخش في التفاصيل بتاعه بتعمل ازاي ومش عارف. انا مش على ببعته على المختص، والمختص بيقوم في السرد لوحده في الطابور لوحده. فهمنا الفكره ديت. يبقى كل جوبس اللي بتاخد وقت بنحذفها على نون بلوكينج وركر، اللي هي اصلا انترنال كلها سي وسي بلس بلس ثريد. وبول بول هنا مقصود بيها ايه؟ يعني 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 زي حاجه كده بنحط فيها مجموعه من الثريدز بقى، يعني اكنه كده يعني وعاء عمال نكون فيه مجموعه ثريدات. كل ثريد يعني اكنها اوضه فيها مجموعه ثريدات. خلاص كل ثريد بقى واقف ايه بيعمل عمليه خاصه بيه خاص، اكنها على شباك تذاكر كده مثلا. كل ايه كل واحد واقف في طابور لوحده على شباك لوحده. طبعا هتيجي تقول لي العيب في ديت ان الريسورسز، ما ده بقى اللي بتحله النود. عشان كده عملت حاجه اسمها ايه سنجل ثريد، لان عشان يوظف، لان دول كتير وزي بالظبط كده اكنهم محتاجين موظف لكل ثريد يعني. خلاص طبعا الحته دي برضو كسي وسي بلس بلس معالجه من خلال ايه الاوبريتنج سيستم ذات نفسه. والاوبريتنج سيستم او اللود بالانسر هنا هو بقى اللي بيوزع كل جهاز ياخد ايه وما ياخدش ايه، هل هشتغل على مالتي كور ولا مش هشتغل مالتي كور، والكلام ده كله الاوبريتنج سيستم واللود بالانسر هم اللي بيتحكموا فيه بالكامل. خلاص وبعد ما يخلص الريسبونسز بتتبعت بقى للمين ثريد، تقول له بتعمل كول باك اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي الرد بس، بيرد عليا يقول لي النتيجه كانت كذا. فطبعا في الحاله دي الراجل واقف على البوابه بره، دخل وقال له خش على الشباك رقم واحد او خش على الشباك رقم اثنين او خش على الشباك رقم ثلاثه، وزع الناس على الشبابيك، كله بيخش. خلاص المتحكم في توزيع الشبابيك هنا الاوبريتنج سيستم السي والسي بلس بلس على طول مباشره، فطبعا مدي سرعه جامده، فكل واحد بيقف على الشباك بتاعه بيخلص وقت ما يخلص، خلص اتاخر شويه ما اتاخرش ما بيعطلش اللي جنبه. خلاص اللي بيخلص وقت ما يخلص بيرد على الايفنت لوب اللي واقف بره على البوابه يقول له خلصت، يقول له في ايرور في مش عارف ايه، يرد عليه رد مباشر على طول، وبناء عليه الايفنت لوب هنا ترجع لمين؟ للكلاينت. طبعا الامانه العلميه الحته دي طبعا خطيره جدا وكويسه جدا وهي اللي مسرعه النود، لكن في ناس بتتكلم في قصور في الحته بتاعت الايفنت لوب ذات نفسها، انه برضه موقف على البوابه واحد، فلو لو الحجم كبير جدا بيتكلموا ان العدد ممكن يبقى عامل مشكله. لكن طبقا للاحصائيات والمقارنات اللي بتتعمل ما بين النود جي اس والبي اتش بي والاي اس بي والكلام ده كله، النود بتغلب في غالب الايه في غالب الاحصائيات، يعني في اكتر من 75% تقريبا من الاحصائيات بتبقى النود جي اس الغالبه، وفي بعض الاماكن الثانيه بتبقى الحاجات الثانيه غالبه. خلاص لكن الاركتكشر ده هو اللي مميز الايه النود جي اس في السرعه بتاعه الاداء بتاعته. الفكره كلها في النود جي اس وعلاقته. طبعا النود جي اس كله قايم على الجافا سكريبت، لان النود اصلا الستاندرد لايبرز كلها مبنيه جافا سكريبت، اللي هي مبنيه على ارضيه تحت كلها سي. طبعا قايم على فيرجن 4، يعني اول حاجه يعني نقدر نقول ان النود جي اس مبنيه على ثلاث حاجات اساسيه. فيرجن 8 اللي اتقدم من جوجل، جافا سكريبت انجن اللي هو الخاص بي لو صدم في كروم ويب براوزر، وادي اللينك بتاع developers.google.com/av8. دي الفكره الاساسيه اللي خلت الجافا سكريبت تشتغل بقى القديم. الناس بتتكلم قديم تقول جافا سكريبت كلاينت سايد، انا ذات نفسي كنت بقول كده، طبعا كان في وقتها صح، لكن دلوقتي بنتكلم من اول ما اتكلمنا على النود وظهر النود بقى بنتكلم جافا سكريبت سيرفر سايد وكلاينت سايد. الثريد بول يعني المكان اللي بنجمع فيه كل الثريدات، جزء اساسي عشان نقدر نعالج التعامل مع الملفات كلها بالكامل، وكلهم بيشتغلوا من غير ما نعمل بلوك لواحده ونوقف واحده او واحده تنتظر واحده. وطبعا الفكره دي كلها كانت قايمه على موضوع اساسي اسمه لابلر، يعني اي اي او اللي هي ثريد بول، ودي جايه من الاساس ده.
ده المكون الثاني الاساسي للاي اي اي او خلاص، لاين بفكره الثريدنج والثريدنج والبلوكينج والاي او بلوكينج والكلام اللي احنا بنسمعه كتير ده. الايفنت لوب الفكره الاساسيه، ودي لب اي اي في اللي هي الايفنت لوب لايبرري، وادي اللينك بتاعها لو انت حبيت انك انت تبص على المكونات الاساسيه للنود. مش حابب ان انا اطول كتير جدا، محتاج ان احنا نخش على طول في العمل ونشوف هنطبق ازاي الكلام دوت. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.